الحقيقة قصص الرياضة وخصوصا القصص اللي فيها قدر كبير من التحدي والعزيمة لا تخلو دائما من الأرقام القياسية، وفي نفس الوقت هي دائما حكايات نتعلم منها ملهمة بالنسبة لنا، يعني تدينا دافع. خلينا نقول، خلونا نتكلم دلوقتي عن رجل الجولف الأمريكي. مين هو؟ هو لاعب داخل على 80 سنة وحقق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ضربات الجولف. هنتعرف عليه أكثر من خلال هذا التقرير. رجل الجولف الحديدي عمره 79 عاما ويلعب الجولف بكل لياقته. إنها قصة اللاعب بوب كورتس الذي حطم الرقم القياسي العالمي في هذه اللعبة التي تحتاج إلى جهد بدني واضح. نفذ كورتس 1050 ضربة قطعت مسافة 180 متر واستقرت داخل حفر صغيرة تبلغ مسافتها عدة أمتار، مما جعله يكسر الرقم القياسي المسجل في هذه البطولة، وذلك خلال 12 ساعة، حيث كان الرقم السابق 1000 ضربة. يتمتع كورتس بمهارة ولياقة تزيد عن من هم أصغر منه عمرا، ويطلق عليه البعض لقب رجل الجولف الحديدي لشدة الضربات التي ينفذها. تحطيم لاعب الجولف الأمريكي رقما قياسيا في ضربات الجولف لفت الأنظار إليه، فهو ليس مجرد لاعب فقط، فمن في عمره قد ينتهي بهم المستقر في دار مسنين أو الجلوس في المنزل. لكن بوب كورتس الذي يقطن في ولاية أريزونا رفض تلك الفكرة ومارس رياضته المفضلة، بل وحقق فيها رقما قياسيا. حصل كورتس على عدة جوائز، كما وجه الأموال التي حصل عليها إلى الأعمال الخيرية ومؤسسة لمكافحة القصص دي حلوة. يعني مش فكرة بس ان انت بتسمع حد ناجح في حياته او عنده اصرار ان هو يمارس رياضة لسن، حتى بنتكلم 80 سنة يعني ما شاء الله، بس احنا كمان بنتعلم منها. يعني فكرة هنا ان انت في عشرينات، في الثلاثينات، في الاربعينات، برضو كل دي انت شباب وبتكسل تروح الجيم وبتكسل تتحرك، وبصراحة كلنا يعني مش يعني الواحد برضو هيتكلم عن نفسه او يعني هيدخل نفسه في النصيحة اللي هو بيتكلم فيها دي او بشأنها، لان فعلا احنا لازم نغير فكرنا. لما تغير فكرك ان انت تبدأ تؤمن ان انت تقدر، عارف انت عندنا ثقافة واحد مثلا يبقى اهالي 60 سنة على فكرة برضو ده مش نهاية العالم، تبتدي تسمع الكلام بتاع المجتمع بتاعنا، خلاص بقى احنا ناخد زماننا وزمن غيرنا، مش عارف ايه كويس الحاجات دي كويسه، بس لازم دايما نبقى نفسيا احنا يعني مقبلين على الحياه. ده هينعكس بشكل كبير جدا على صحتنا، لكن 50 بقى ورا 60 ونبدا نقول خلاص كده حياتنا بتنتهي، لا ده شيء صعب جدا. هي ثقافه وتنشئه وتربيه ورؤيه للحياه، يعني كل واحد طبقا لشخصيته وطبقا لرؤيته للامور. يعني حد زي الشخص اللي كنا بنتكلم عليه 80 سنه ويمكن اكتر، اللهم صل على النبي، يعني مش واقف بقى عند اي حاجه ممكن تبقى عائق بالنسبه له، هو مستمر بغض النظر. في ناس كتير بيتعاملوا على اعتبار ان السن هو مش اكتر من رقم مكتوب في الطاقه، لكن الروح والاداء والاحساس والنشاط ده موضوع تاني بالظبط. يعني عشان يحقق رقم قياسي زي ده، شوفوا حضراتكم بيتمرن قد ايه، ما هي مش وليده بطوله او يوم. صحيح. يعني طيب.